لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. منظمة برايل لتأهيل المكفوفين وضعاف البصر تقدم عصفورة بيضة على رشفة قهوة. لا يعتب حدا. إعداد وتقديم الدكتورة هدى مراد. يخرجه لكم عمار صالح. على رشفة قهوة. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء، أحييكم من برنامج على رشفة قهوة، وأرجو أن تكونوا الآن مع فنجان قهوتكم تسمعونني وتستمتعون بما أقول، وأرجو أن أكون خفيفة الظل عليكم. أعزائي، حلقتي لهذا اليوم موضوعها كيف أختار بين أمرين؟ كثير ما نتعرض لمواقف تحتاج منا أن نختار بين أمرين، وغالباً ما يكون الأمر أمر من الآخر، وغالباً ما يكون الأمر أمر من الآخر. نجد أنفسنا في صراع بين هذا وذاك، مذبذبين لا نعرف إلى أي اتجاه نتجه. نحتار في أمرنا، نتأمل، نفكر، نحلل، نسأل ونجيب. إذا اخترنا هذا الأمر سيكون كذا، وإذا اخترنا ذاك سيكون كذا. نحاول أن نختار أحلى الأمرين ويكون أحلاهما مر. موقف صعب وحيرة بالغة. أجل أحبائي، كثيرة هي المواقف التي تصادفنا في هذا المضمار. كم منكم حصل معه هذا الشيء؟ أنا شخصياً يحصل معي كثيراً، حتى في أسخف الأمور، خاصة إذا كان الأمران متعلقين بالقلب والعقل. في كل الحالات نحتار بين أمرين، ونجد أنفسنا لابد أن نختار. نجد أنفسنا بين هذين الأمرين مضطرين لأن نختار أيسرهما، وإذا كان أيسرهما صعبا ماذا نفعل؟ نختار الصعب حتى نتفادى الأصعب. نحاول في هذه اللحظات أن نفتش على ثالث سهل، ولكن لا نجد ثالثا سهلا، فنضطر أن نختار الأقل صعوبة. أجل أحبائي، في هذا الموضوع لدي قصة بسيطة. آلاء، صبية في الثلاثين من عمرها، جميلة جدا، وكانت مقبلة على الزواج، فهي تحب عزيز وعزيز يحبها كثيرا، وكان قد طلبها من أبيها، والأب بطبيعة الحال وافق. فآلاء فتاة كل الرجال يتمنونها، إلا أنها كانت من نصيب عزيز.
ولكن مشكلة آلاء أنها مريضة، فهي تعاني من مشكلة في القلب. وقد نصح الأطباء أهلها بأن لا تتزوج على الأقل قبل إجراء عملية القلب المفتوح. لابد لآلاء أن تجري عملية قلب مفتوح، ولو أجرت هذه العملية ونجحت العملية ربما لا يمكنها أن تتزوج، لأن الزواج إجهاد لها ولا ينبغي أن تجهد كثيرا. عرفت آلاء بالصدفة أنها مريضة، ماذا تفعل؟ وعرفت أيضا أنها لا يمكنها أن تتزوج من عزيز. احتارت، هل تخبر عزيزا بالأمر وترفض الزواج منه؟ هل تقبل وتتزوج لكنها ربما تلقى حتفة؟ فماذا تفعل؟ استشارت الكثيرات من صديقاتها المقربات، لكن أيا منهن لن تفيدها في شيء، بل كانت كل واحدة من هؤلاء الصديقات تجعل آلاء تزداد حيرة في أمرها. ماذا تفعل؟ هي مريضة، لا يمكنها أن تتزوج، ولكن لا يمكنها أيضا أن ترفض عزيز، فهي تحبه وهو أيضا يحبها. وحتى لو رفضتها ماذا تقول له؟ أتعترف بأنها مريضة؟ يا إلهي، حاولوا أصدقائي الأعزاء أن تتأملوا الموقف. ماذا يحصل لو أن آلاء أخبرت عزيز بأنها مريضة وبأنها لا يمكنها أن تتزوج؟ وماذا يحصل لو تزوجت آلاء من عزيز ولم تخبره بمرضها؟ ماذا يحصل؟ فكرت آلاء وفكرت، وأخيرا اهتدت إلى أن تخبر عزيز بالأمر، فهذا الأمر الأقل صعوبة. في اليوم التالي أخبرت آلاء عزيز بمرضها وقالت إنها لا يمكنها الزواج، هكذا نصحها الأطباء. فما كانت ردة فعل عزيز إلا أن استشار طبيبا آخر، طبيبا لم تعرفه آلاء، وأخذها إليه وأجرت الفحوصات اللازمة، وكان قرار الطبيب الحاسم. آلاء لا تعاني من مشكلة، كل ما في الأمر أنه كان ثمة تشخيص خاطئ من الأطباء الذين شخصوا حالة آلاء. التشخيص الجديد أجمع عليه عدد من الأطباء، حتى الأطباء الذين كانوا قد شخصوا لها المرض تبين لهم أن التشخيص خاطئ. إنها معجزة، ولكن ألا تحصل؟ طبعا في النهاية تزوجت آلاء عزيز، ولكن لاحظوا، اختارت أن تخبره بالمرض بغض النظر عن وجود المرض من عدم وجوده، لكنها اختارت أن تخبره. مواقف كثيرة نتعرض لها في هذا المضمار، نكون فيها محتارين بين أمرين. خطرت على بالي مقولة: إذا خيرت بين أمرين فاختر أيسرهما، وإن
خيرت بين حالين فاختر ما يناسبك منهما، وإن خيرت بين شخصين فاختر من يدلك عليه قلبك وعقلك، وإن خيرت بين موقفين فاختر ما يدلك عليه قلبك وعقلك معا. وهذا ما فعلته آلاء، اختارت الأمر الذي دلها عليه كل من قلبها وعقلها. قلبها يحب عزيز وهي لا تريد أن تغشه فاختارت أن تخبره، عقلها لا يريد أن يؤذي عزيز وهي تحبه فاختارت أن تخبره حتى لا يرتبط بإنسانة مريضة لا يمكنها أن تتزوج، وهو شاب بإمكانه أن يتعرف على فتاة أخرى ويتزوجها وينجب منها صبيانا وبنات. ولكن كانت هناك المعجزة، السؤال الذي يطرح نفسه، لو أن آلاء فعلا تبين أنها مريضة كانت ستحرم عزيز، لكنها لن تحرم من حياتها على الأقل إلى أن يأخذ الله أمانته. أعزائي، لا أجد كلاما كثيرا أقوله في هذا المضمار، فالقصة التي أخبرتكم بها تنبيكم عن الكثير، لذا لا أقول لكم إلا أن تكونوا حكماء عندما تختارون أمرا بين أمرين. كل ما أريده منكم أن تعملوا عقولكم وليس عواطفكم، فلو آلاء أعملت عاطفتها فقط لاختارت أن تسكت عن الأمر وألا تخبر عزيز بمرضها، لكنها أعملت عقلها أولا وتدخلت العاطفة، ولكن تدخلت فيما يتوافق مع العقل. آلاء فتاة قوية، اختارت أن تحرم من حبيبها لأنها لا تريد أن تحرمه وتحرم نفسها من حياة سعيدة أو على الأقل طبيعية. أحبائي، حلقتي لهذا اليوم انتهت، وليس لي إلا أن أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى بإذن الله من على رشفة القهوة. تحياتي.